قافله وبتسيبني انا يا علاء. والله ما اعرف ان هم هيجوا. لا والله بقى اهلك هيعرفوا يروحوا فيلا سليم زهران لوحدهم؟ عبيط انا عشان اصدق. والله ما بحور عليك يا بنتي. لا والله اذا كان اخوك الصغير الزقرب بيحور عليا انت مش هتحور عليا يا علاء. والله لا انا بحور ولا اخويا بيحور عليكي. بتاخد اهلك وتسيبني انا يا علاء؟ والله ما سيبتك يا شيخه. طب ما كنتش بترد على تليفونك ليه؟ والله ما سمعته. لا انت ما كنتش عايز تعرفني ان هما كانوا معاك. والله ما قصدي. هو في ايه وانت كل حاجه بتخلص عندك عادي كده؟ عشان انا بقول لك والله ما قصدي. والله ما سمعته. والله ما شفته. اقول لك ايه وعد لك ايه؟ كفرتيني يا شيخه، طهقتيني، وصلتيني الحاله ما بحبش اوصلها. عايزه ايه مني يا شيخه؟ فوق عليك وعلى شكلك. سيبيني انام يا شيخه. طلقني يا علاء. وتسيبيني انام؟ اه. انت مش طالق، مش طالق، مش طالق بالتلاته. تعالي بقى يا شيخه.